نعم، في الحقيقة ماكرون كان يجلس على أعصابه ويتابع نتائج الانتخابات الأمريكية. بحسب مصادر مقربة في الإليزي كان هنالك قوة مجندة داخل قصر الإليزي لمراقبة نتائج الانتخابات الأمريكية. ماكرون لا يخفي قلقه، كان يفضل أن يكون هنالك فوز لهاريس، لكن كما ذكرت كان هنالك نوع من العلاقات الجيدة بينه وبين ترامب، لكن الخلافات على عدد من الملفات زعزع هذه العلاقة وكان وصلت حتى إلى التراشق ببعض الكلمات، خصوصا مع اتهام ترامب لماكرون بأنه رئيس غبي، بالإضافة أيضا إلى أنه يتملق إلى الصين. لكن الأكيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد منذ ساعات الصباح الباكر بأن هنالك سيكون هنالك تعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وهنأ ترامب بهذا الفوز، لكنه أصر على نقطة أساسية بالنسبة له وهو ما كانت منذ 7 سنوات فرنسا تسعى إليها، وهي أن تكون للقارة الأوروبية السيادة وأن يكون لها موقع سياسي. كما تعلمين اليوم أوروبا هي قوة اقتصادية وليست قوة عسكرية وليست قوة سياسية. ماكرون يحاول جاهدا أن يقوم بتوحيد الدول الأوروبية لأن تكون هنالك قوة عسكرية أوروبية موحدة، أن لا تكون هنالك تبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون لفرنسا دور كبير، خصوصا وأن هنالك عدد من الملفات سيعمل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس ترامب عليها، وهي على رأسها ووقف الحرب وإطلاق النار في غزة وأيضا في لبنان الذي يمثل ملفا أساسيا وهاما بالنسبة لفرنسا، وهذا ما وعد به ترامب. يحاول ماكرون اليوم استغلال هذا الوعد وتوطيد العلاقات أكثر وأكثر لإنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط. أيضا كان هنالك حديث للمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية صباح هذا اليوم حينما قالت بأن على أوروبا اليوم أن تأخذ مصيرها وأن بيدها في مواجهة فوز دونالد ترامب. هنالك حالة من الانقسام السياسي داخل المجتمع الفرنسي، سواء الأحزاب اليمينية بكافة فئاتها، سواء اليمين المتطرف يمين الوسط، جميعهم يؤيدون فوز دونالد ترامب في هذه الانتخابات. على النقيض هنالك أحزاب اليسار، سواء البيئة والحزب الاشتراكي وأيضا اليسار الراديكالي فرنسا الأبية، يرفضون هذا الفوز، يعتبرون أن الدكتاتورية هي التي انتصرت في الولايات المتحدة الأمريكية وليست الديمقراطية. نوع من الانقسام والانشقاق السياسي يعيشه الداخل الفرنسي اليوم بعد هذه النتائج، لكن أكيد بأن هنالك العلاقات سوف تستمر، هنالك بعض المصالح المشتركة بالنسبة للبلدين، لكن التركيز الأساسي اليوم بالنسبة لفرنسا هو كيف ستكون أوروبا مستقلة اقتصاديا وسياسيا وأيضا في مواضيع البيئة، وخصوصا مع رفض ترامب أو خروجه من اتفاق باريس للمناخ، وأيضا الملف الإيراني، ملف النووي الإيراني. هذه الملفات الشائكة سيتم مناقشتها في الأيام المقبلة بين الرئيسين. أيضا سيكون هنالك بعد قليل مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية التي ستلقي بيانا عقب فوز ترامب، ستوضح النقاط الأساسية، خصوصا وأنه الآن يجري اجتماع رئيسي بين ماكرون والحكومة الفرنسية في قصر الإليزي لبحث هذه النتائج والملفات الأساسية التي سيتم نقاشها ومناقشتها. لكن كما ذكرت الأكيد بأن فرنسا تتفق مع دونالد ترامب بأنه يجب أن يكون هنالك وقف للحروب، وبالتحديد هي في غزة وأيضا في لبنان. المشكلة الوحيدة بالنسبة لفرنسا اليوم هي الموضوع المتعلق بالحرب الأوكرانية، خصوصا مع أن فرنسا لا تريد أن يكون هنالك نصر لبوتين في هذه الحرب، وأن أوكرانيا يجب أن تستعيد السيطرة على كامل أراضيها، وانتصار بوتين في هذه الحرب أو إيقافها دون الوصول أو تحقيق المطالب الفرنسية أو الأوروبية وهي استعادة أوكرانيا لكامل أراضيها سيكون نقطة خلافية هنا، وتعتبر تهديدا لأوروبا من الخاصرة الشرقية، وهذا ما لا تريده فرنسا ولا أيضا الدول الأوروبية، بالإضافة أيضا إلى موضوع حلف الناتو، وعلى اعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي الداعم الأكبر أو المساهم الأكبر في هذا الحلف، تليها فرنسا. لكن فرنسا تحاول اليوم اللعب دور سياسي أكبر، تحاول أن يكون لها وجود بالإضافة إلى الدول الأوروبية الأخرى على رأسها ألمانيا وعدد من الدول كإيطاليا وإسبانيا وأيضا المجر. لكن هذه هي ملفات
سيتم مناقشتها في الأيام القادمة، لا يمكن الجزم بما ستحمله قادم الأيام، لكن كما ذكرنا الانقسام السياسي واضح في فرنسا بين مؤيد لفوز ترامب وبين معارض له.